تعمل ايه يا رمزي؟ مش عارف يا دولة، حمار تحتمس التالت ده كل ما نضف تحتيه يعملها تاني. سيبك من حمار تحتمس ده واجري على تمثال بتاع رمسيس التاني زمانه ذروة الدنيا تحتيه. يلا عينيا يا دولة. الو، ايه يا حماتي؟ ايه الاخبار؟ ايه رانيا بتهرش؟ يعني انا مش فاهم، انا اعمل ايه يا حمادي؟ ما تخليها تستحمى ولا الميه مقطوعه يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامد. مش طايله ظهرها يا حماتي، يعني انا اعمل ايه يعني؟ دولا خليها تهرش بعصايه المقاش. بس يلا بس يلا. بص يا حماتي، خليها تهرش بعصايه المقاش. ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس، اجري. حماتي عندك المسطره بتاعت ياسمين ال 30 سنتي، خليها تستعملها. اللي بتتني يا اختها خلاص بتهرش لها؟ طب انت عايزه مني ايه دلوقتي يا حماتي؟ يعني اجي اهرش معاك ولا ايه؟ ايه؟ عايزه دكتور؟ نفسك كده قومي استحمي. استحمى ايه يا ياسمين؟ الموضوع اكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي. يا امي مامي ارجوكي، انا في نار في جسمي هموت. معلش حبيبتي بقى استحملي شويه، عادل كلم الدكتور والدكتور زمانه جاي. يا بنتي انت اول مره يحصل لك الكلام ده. من اعمالكم سلط عليكم. يا شيخه حرام عليكي بقى، حتى وهي في الحاله دي بتشمتي فيها. بس يا بنت مفعوصه انت يا مقروضه، روحي خدي لك حمام ولا استحمي ولا انضفي بدل ما تترمي هنا جنب اختك. دكتور وصل يا جماعه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا جماعه، اطمنوا ما تلاقوش، مفيش اي حاجه. ايه ده؟ وريني كده. مش ممكن. ايه ده؟ وريني ايدك. ايه ده؟ انت ازاي ساكته على نفسك كل ده؟ لا ما حضرتك مش ساكته، دي عماله تهرش من الصبح. طب وانتوا ازاي مستحملين وقادرين تقعدوا معاها بالطريقه دي؟ وحضرتك احنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش، فهي مستحمله بقى نفسها وخلاص. ما تقول لنا يا دكتور في ايه بس، طمني من فضلك. ما تلاقوش، هي عندها شوية سكابس. سكابس؟ انت عندها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي، هو الحب ده اللي مخليني استحمل حالة الهرش الفظيعة واقاومها. معلش يا دكتور، حضرتك انا جاهل بس شوية، يعني ايه سكابس ده؟ سكابس يعني جرب. البضاعه زائفه. بس يا سلام، عيب عيب، ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده، عيب. ما يصحش ما يصحش. حضرتك جرب يعني؟ ايوه جرب طفيلي ومعدي كمان. الظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقل لها المرض. اكيد القطه اللي على السلم اللي قلت لك ما تقربلهاش دي برضه بتقربلها وتاكليها برضه يا رب. بالظبط كده يا استاذ عادل، هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القطط. انا قلت لك العيله دي كلها جربانه، انت صممت تنسبهم. انت بالذات ما تتكلميش، فاكره لما جالك تانية وانت صغيره؟ لا ده انا كنت بحميها بالليفه كل يوم، ده وراثه عن ابوك الله يرحمه. بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ماما. طيب. ايه يا دكتور، حضرتك هتكتب ايه بالظبط؟ دي شويه مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمده اسبوع. والنبي يا دكتور، بس والنبي المراهم خلي ريحتها تبقى حلوه شويه. يا ريت يا دكتور يبقى المرهم بريحه الفل لو سمحت. اللحظات اللي انا فيها دي ما ينفعش خالص، السخريه واستفزاز المواقف. خلاص انا اسف يا رنا، انا اسف. كتبت يا دكتور؟ ايوه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تكون معزوله عن كل افراد الاسره، لان المرض ده معدي وخطير جدا. يا حبيبتي يا ماما انا هخليكي جنبي. تعالي هنا. بعدي يا ياسمين، سمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرض طفيلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا اللي في سنك، ابعدي عنها خالص. بوسيها، ابعدي عنها، ما تقربلهاش خالص. متشكرين جدا يا دكتور. متشكرين. الوداع. قولوا لها مع السلامه. الوداع. موسى ايه الطلب الغريب؟ عمرك ما طلبت مني طلب زي كده. موبايلات بقى يا رانيا. ها يا بابا. انت عارف يالا يا رمزي؟ طبعا عارف، يعني انا بحبك قد ايه. يا دولة بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعة قدامك كده اهو، حتى ما طلبتليش كوباية ماء ساعة. يا سلام، قوي قوي يا رمزي، قد ده ابن عمي يالا، يعني أي حاجة أنت عايزها أنا أشرب شاي ونسيتك يعني، بس ولا يهمك. حتة. أيوة جاي.
امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي، طبعا انت عارفه يعني. حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي نظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي تانية غدي. امورنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه. يالا تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت. يالا رايت. لا يا راجل. طب يا دولا بقى، ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. الفار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده. شكرينا حته وش يا باشا. طيب مشكرين. انت عارف يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولا المخ. يا جوعتني يا دولا، جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تانية عشان هموت من الجوع. انت هاد مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولا، ده كان من زمان يا عم. زماني ايه يا ابني؟ ده جملتين فات وارجع للحوار. ايه يا دولا بقى، انت تقعد تعد عليا كلام يا دولا؟ قول لي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب رضعة اله الطفولة على النار. بص بقى يا رمزي، بصراحة يعني انا عايزك. رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دولا، الف الف. ده عايزه شربات يا عم دي. عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك، هيجيلك اسكابيس باذن الله. اسكابيس اسمه، الراجل الدكتور بيقول اسمه اسكابيس. بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا، يعني تساعدها، تشوف طلباتها، تشتري لها حاجات كده اهو. وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من الاسكابيس اللي عندهم دول. وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك الاسكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دولا. طب دولا انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟ صراحة يعني يا رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده يعني، عارف ماليش تقل عليه. ليه يا دولا؟ هو إيه ده؟ إيه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني، إن شاء الله يجيلك بإذن الله. اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ أيوه هو ده. وبعدين أنا مش مشكلة، أنا ممكن أخدمها، بس أنا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الإسكابيز ده ممكن أنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها إسكابيز هتقطع في بعض. لا يا عم إيه ده، دي تبقى مصيبة يا عم. ما كده هون بقى، إذا عرف السبب كثر العدد. انت شغال ياد في سوق الليمون ياد، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت تعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دولا، خلاص انا هراعي مراتك رانيا. بس دلوقتي يا دولا افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده اهو. لا ما تقلقش، الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دولا؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحالة يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى، جالي ست مرات بقى دول. لا يا راجل. ده اخرهم امبارح بالليل. انت عامل الجرب من امبارح بالليل؟ يا دولا. طيب هتكلى على الله. ليه دولا؟ ايوه. اخيرا شرفت. انت اتاخرت، حرام عليك قوي، انت لسه فاكر انا هموت جوع. استني 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 استني، الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي 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 اتفضلي. استني 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 استني، ما تلمسيش الخشب، ما تلمسيش الخشب، عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي اوكي. استني 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 استني، ما تاخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كلي ببقك على طول، كلي ببقك. لا انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل، حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا ببقك وانزلي. مش عارف مش عارف اكل زي القطط، حرام عليك يا عادل، موت. مش عايز اكل يعني. خلاص خلاص خلاص، انا هاكلك انا بطريقه ثانيه. بصي هاكلك ايه ده، استني استني استني، ما تقلقيش ما تقلقيش، هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه المشمشايه، افتحي بقك افتحي بقك. يلا هو اوبا. سوداني ولا موز بالمره؟ اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رانيا. عادل انا طاقيت، انا مش قادر استعمل يا جماعه، انا مش جربانه، حرام عليكم. انا زهقت من الحبسه اللي انا فيها دي. انا بصوا بقى يا جماعه،
أنا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في النظام المروري اللي هيتبع إن شاء الله في الفترة اللي جاية جوه الشقة هنا. نظام مروري إيه يا ابني؟ أنت فاكر نفسك في ميدان التحرير؟ أكتر يا ماما من ميدان التحرير اللي أنا بعمله ده يا جماعة حرصاً علينا إن إحنا ما ناخدش العدوى من اسمها إيه رانيا مراتي يعني، فعشان كده أنا حريص عليكم يا جماعة، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلملي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام، توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنعه بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول على اختك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله باتنين طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد 2 كب ألف 4 زائد مغنيس الصوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملتلي طريق مخصوص لي اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. اه انت اعمل لك طريق هاي واي واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. اه براحتها حبيبتي، بيعملي حسابك وانزلي بدري شويه. على فكره بقى دونا ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده هو. بص احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه في حالة الاختناق، بس عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض. بس 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 الله يا عادل، الله يا حبيبي، الله. بصراحة يعني الأنظمة المرورية دي سمة من سمات الدول المتحزلقة. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم، أنا ما أقدرش أمشي من الأوضة بتاعتي لحد المطبخ، من فضلك من فضلك I need a taxi. لا يا حماتي من غير تاكسي ولا حاجة، أنا هعمل لك طريق خاص يطلع من أوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونه الدائري. ماما اعمل لك ايه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعه الشغل والمدارس بتاعه العيال، هتمشي بسهوله قوي يعني. طب بابا انا ازاي بقى يا بابا هلعب في الشقه براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي تقدري تلعبي في الشقه براحتك خالص على الخطوط الخضراء، بس ما تروحيش لا يمين ولا شمال، لا اما هتاخدي مخالفه يا ياسمين. تاخد ايه؟ تاخد مخالفه ياسمين؟ بقول لك ايه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين، وانا معاكي يا حبيبتي. سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه، عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لف لهم. ماشي دول هنا كده كملنا بقيه اليوفط وكله هيلتزم، وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع. اتفقنا؟ اتفقنا يا دولا. نزل ايدك. وبعدين يا رمزي وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دولا حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي، ده هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دولا، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شاي ساده بس. حته يا حته. ايوه جاي استاذ عادل. امورنا يا باشا، هات لنا يا سيدي اتنين شاي ساده. حاضر يا باشا. استاذ عادل انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر، يعني سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني في حاجه ضغط على روحك المعدنيه، مشكله مصيبه. هتعملي فيها دكتور نفساني؟ مشكلتي ومصيبتي مفيش اي حاجه خالص يا حته، في ايه استاذ عادل؟ من الاخر بقى انا عارف كل حاجه لا مؤاخذه. سيحتني يا رمزي الكلب. ماشي ماشي. على فكره دولا والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، انا قلت لكل الحته. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي.
لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجة على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجة السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى باش اقول طول. اخلص اخلص يا حتة. ايوة يا حتة اخلص بقى اخلص، وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي سادة. استاذ عادل من الاخر، الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا 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 لا، اعشاب بقى ودهن رجل الكتكوت والكلام ده كله، ده كل دي التخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده، ده محترم، واد خبير. خبير يعني؟ ماشي ممكن نشوفه يعني، مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك واشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني انا مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دوله، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص رصيدي. ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي ضبط وخلاص؟ مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمن؟ الو الو، ايوه انا عشبه، انا حته. يلا يا يا حته يا في مصلحه كده، في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته. ده كتير. اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نعالج يا ابني. مراته جالها جرب جرب. حته هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا عشب، هكلمك تاني. بس هو سامعني بس. ايه رايك يا باشا؟ مش عارف يعني، احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني. يا باشا يا باشا ده متخصص صدقني، والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسرار محدش يعرفها. هقول لك على حاجه، عارف الولا كوتا؟ الواد ده كان جاله قرع انجليزي في دماغه، واخد بالك؟ وعشبه تدخل في الموضوع ده. الواد ده اتفرج عليه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، شعره ده ضفاير ضفاير. الله، عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دوله. امين امين يا رب العالمين. انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه، يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني. اسرار يا باشا ما حدش عارف عنها حاجه خالص. طيب اتكل على الله بقى، وابقى اطلب لنا عشبه ده واديله ميعاد ويجي لي البيت ان شاء الله. شكله هو دولة حبيبي. عايز ايه؟ ايه دولة اهو، شقة الأستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذة جرب. طب ما وظيفة الطير رمزي معاك اهو. لا ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسألتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني، لفيته على الشقق كلها يا غبي. ايه دولة بقى، ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهبب ايه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. عشوب عشبة إلا عشاب. واضح من كمية العشب اللي على الهدوم يعني إنك عشبة طبعا. على فكرة يا دول، أنا الراجل ده سألت عليه كويس أوي ولقيته بقى فعلا بيعالج كل الأمراض المستعصمة. بص حضرتك، هي مش مستعصمة مستعصمة يعني، هي شوية جرب بسيط نتيجة إنها لعبت مع القطة اللي على السلم، والقطة دي أصلا جربانة يعني. كويس إن أنتوا قلتولي إن السبب قطة، يبقى العلاج إيه؟ دهن القطقوط مع عصارة نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون، وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المساله ابسط من كده. مين يالا يا رمز؟ انا ميدو دلكها، اخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبه. ايه يا كابتن؟ ايه اللي اخرك ده كله؟ يا عم اخر ايه؟ مش اشكال تاخير، وايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني. الجولدن فينجر. جولدن فينجر بتاكلك صوابعك؟ بتاكل يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا ايه؟ يا استاذ عادل، الكابتن لما مؤاخذه دلكها عايز يشوف شغله، علشان لما انا ادهن الخلطه السحريه بتاعتي على جسمها ام هو يدلكها، جسمها يزفلط تبقى تمام. ايوه ما هي دي شغلتي، ميدو دلكها المدلكاتي. تدلك ايه؟ ادلكها. تدلك ولا 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 لا، بقول لك ايه، ده انا اهل صعيده، ده انا اذبحك وانا انت وهو. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اذبحه هو وهو. لا يا دول انا مش قصدي دي، يعني ايه اهل صعيده دي؟ ايوه لا اهل صعيده، انت بتعرفش اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا اقول. طب وانا دول؟ انت لا اهلك بالصعيده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول؟ انت دايما بتخبي عليا كده يا دوله. يلا انا اهل صعيده، انت بقى اهلك مش معروفين لا صعيده ولا بحيره. بص يا ابني انت نبت شيطاني، طلعت لوحدك كده. انا نبت. نبت واطلع بره، وخد دول بره معاك، اطلع بره. لا 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 لا. يلا دلكها، يلا عشبتها، يلا خبيتها، يلا بره. ماشي ماشي. نركز على العلاج بقى يا حبيب
حبيبتي الف 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 الحمد لله على السلامه. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع ان اللحظات العصيبه اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا مامي. تقصدي يا رانيا؟ يا بنت ما بتقصديش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد لما كنت هتاكلي ضفرك بايديكي. اخرسي انت كمان جربانانه بس في دماغاتك. اخرسي انت لما بنتك عنا. شات اب يو. وبعدين احنا بنحتفل بيك انت. يا بابا احنا مش هناكل التورته؟ هناكلها يا حبيبتي. طب بابا هي لونها عامل كده ليه؟ اصل متهيألي التورته دي غربانه. لا لا لا. ايه ده؟ ايه؟ ايه عادي في ايه مالك؟ عايز اهرش لي في الحته دي كده يا رمزي كده؟ ايوه كده. يا بيبي انا شايفاك اليومين دول بقيت مثقف، يعني بتقرا ايه؟ ده كتاب مهم قوي يا رنا. عن ايه بقى؟ بيتكلم عن ايه؟ ده يا ستي بيتكلم عن اسرار الاعشاب الصينيه. أعشاب الصينية؟ اشمعنى يعني؟ لعلمك دي مهمة جدا، يعني مثلا أي حد بيعيا بياخد أدوية وحاجات كيماوية وبتاع، لا 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 لا، الأعشاب الصينية دي أعشاب طبيعية جدا، يعني عارفة في الصين أي واحد مثلا بيكون عيان أو حاسس بأي وجع ولا حاجة بيروح للحكيم الصيني، الحكيم الصيني بيكتب له وصفة أعشاب صينية ياخدها ويخف ويبقى 100 100، عشان كده الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام، ماشيين زي الساعة. يا سلام. امال ايه؟ امال انت فاكره يعني الناس الصينيين برغم ان هم باينين ان هم قصيرين لكن صحتهم كويسه وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا عم حرام عليك، بطل تقر عليهم، ده هم كلهم على بعض قد كده، هنصحى الصبح مش هنلاقيهم اصلا. ما تخافيش على الصينيين يا ماما، اولا عندهم اعشاب ضد القر، ما تخافيش عليهم خالص. طب بيبي بقى طالما انت جامد قوي كده يعني كده يعني في الاعشاب الصينيه، ما تجيب لنا دواء كده تعالج مامي اللي تعبانه لحسن دي متدهوره خالص. صحيح، هي عامله ايه دلوقتي؟ تعبانه جدا، يعني مش عايزه اوصف لك، يعني بجد حاسه انها قربت تودع. الحمد لله كويس كويس. الحمد لله يا عادل. بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصه اعالجها بالاعشاب الصينيه بقى. لا معلش حبيبي، خلينا لك الاعشاب الصينيه والثقافه اللي نزلت عليك فجاه كده، خلي الست لوحدها، احنا جبنا لها الدكتور واداها الدواء وان شاء الله تبقى كويس. دواء ايه ودكاتره ايه يا ماما؟ مش محتاجه اي دكاتره، انا هكتب لها اعشاب، لان مره واحد قريبنا كان عنده القلب وكان بياخد ادويه عشان يتعالج من القلب، اول ما خد الادويه مات على طول. يا اخي حرام عليك يا اخي، الأعمار بيدي ليه ما تنقش فيها؟ يا سلام يا سلام يا سلام، انتوا قاعدين هنا قاعده رومانتيكي وسايبين بره الجثس اشلاء اشلاء. انت دخلتي علينا اوضه النوم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستاذني؟ انت بتستهبلي يا سناء في ايه؟ ايه يا بنتي، مامي جرى لها حاجه؟ لا مامي انا اللي جرى لها حاجه. طب الحمد لله. ايه ايه تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا بنتي ولا انت ولا امك. بحسب. شوف مراتك، شوف مراتك اللي عايشه معاك في خيرك عايزه تخلص من امك باي شكل. يا سناء اخلصي، ماما حصل لها حاجه؟ حماتك عادت امك. مامتي انا النسمه الرقيقه عادت مامتك يا بنتي، هي جت جنبها ضمك تعدي قبيله بحالها اصلا. يا بنتي امك حاطه مناخيرها في كل حاجه في البيت، فطبيعي طبعا انها تعدينا. المهم دلوقتي مامتي فين؟ اهي قاعده في اوضه مجيده ماما. طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا ابني دي شقتك ولا شقه الجيران؟ ما انت عارف ان شقتك قد الحق، يعني حوش حوش انت موسعها علينا قوي واحنا اللي قاعدين فوق بعضينا. ماشي خلاص، المهم دلوقتي يعني ماما هناك جوه في الاوضه، تعالى يلا بينا يلا بينا نشوف. يلا يلا يلا. ياسمين ايه ياسمين ايه اللي معادك هنا؟ ايه يا ماما انا بطمن على تيتا. مش اطمنتي؟ تعالي بقى يلا اطلع على اوضتك على اوضتك على اوضتك على اوضتنا احنا، ها عند الحظر الصحي. انا هقعد مع تيتا. بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهارده يا اخويا. نعم يا اختي. ايه اخدك دي؟ روحي انت روحي انت، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في اوضتي اليمين اللي هياخد باله من ماما. خلاص متشكره يا عادل متشكره يا اخويا، انا هقعد هنا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. ايوه يا رعايه وخدي بالك منها. انت عامله ايه صحيح يا ماما النهارده؟ والله تعبانه يا عادل، جدتي كلها ايضا نار، وجدي الله يرحمه على بالي طول الليل. ماما ما تقلقيش يا ماما، ده شويه برد يعني حاجه بسيطه وهتعدي على طول ان شاء الله. البركه في الاختلاط بالاجانب. ربنا يهدك يا انعام يا شيخه بقى، ارحمي نفسك بقى، انت قصدك مين بتاكل؟
ربنا يهديك انت يا شيخ. فيكوا نفس تتخانقوا يا جماعه، حرام عليكم، حتى وانتوا عيانين كمان بتتخانقوا. انت قصدك ما جالكيش رعايه غير لما جيتي هنا. يا نجلاء يا نجلاء، ما تقلقيش على مامتك، يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا باشا، طلباتك أوامر. الأمر لله. أنا أصلي سألت يعني على المحل بتاعك، قالوا لي أنت الوحيد اللي بتشتغل في الأعشاب الطبيعية، أنا هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفور موجود. ربنا يخليك. أنا بس كنت عايز أسأل يعني عن الأعشاب الصينية، عندك أنت أعشاب صينية؟ ياه، الأعشاب الصينية إيه مالها، هي ماتت ولا إيه؟ لا بس أصل دي ما نودل لما بتطلب، محدش يعرف سر الأعشاب دي إلا الصينيين بس. ده كان زمان يا حاج، لكن خلاص يعني إن شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الأعشاب الصينية، في العالم كله بعد الخلطات بتاعتي. هو حضرتك دكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجة، بس الحكاية مش محتاجة دكتور، يعني هي محتاجة شوية مفهومية وشوية سنس. منس؟ لا منسي إيه؟ سنس يا حاج، سنس يعني شوية مشاعر وأحاسيس. طلباتك يا باشا. والله أنا معايا لستة فيها شوية أعشاب صينية، يا ريت تكون عندك. هيتفضل يا حاج. دي حاجات صعبة قوي، ده فيها حاجات أنا ما سمعتش عنها قبل كده. الله الله الله، هتزعلني منك ليه يا حاج؟ ده بيقولوا إن أنت أجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص، يا ريت تجهزها لي بقى على طول، نص ساعة واستناك. ماشي يا سيدي، بس بقولك إيه، أنا في عندي خلطات جاهزة، أحب إنك تاخد فكرة عنها. يا ريت، فرجنا عليها. دي بقى بتعالج اي مغص. بتعالج المغص. ودي بقى بتعالج انفلونزا الطيور. عليها شويه بتاع ده من عشرة. لا لا، بص يا حاج، الخلطات دي معتاده وعاديه جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص، نص ساعه وان شاء الله تلاقي كل طلباتك جاهزه. ماشي يا حاج. دول انت هتتاجر في البانجو؟ بانجو؟ انا تاجر في البانجو؟ قالت انت بتستهبل ياد ولا ايه؟ دول عادي، انا اتوقع منك اي حاجه دول بصراحه يعني. قول لي بس انت بتعمل ايه، عايز افهم يعني. ياد انا بعمل الخلطات اللي اعالج بيها امي وحماتي. هتعالجهم بالبانجو؟ ولا مش ناقصه كمان خالص، اتكل على الله غول من وش. يا دول انت دايما كده يا عم، زهقان وقرش ملحتي وروحك في مراخيرك كده. دول اهف دي اهف دي، معلش ما انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوه نشرب كوكتيل. انا فعلا محتاج ان انا اروح القهوه، بس مش اشرب كوكتيل بقى، اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبه اللي انا عملتها دي. ماشي يا دول. بقول لك ايه، نقفل باب البازار عشان البوليس. البوليس عشان يعمل ايه؟ البنك ده سيبوني. ده مش بنك، انت قدام على كوكتيل. قدامي عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دولة؟ مش عارف. مش كنين حتة؟ ايه مالك يا حتة واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص، لو كده بص الناحية دي، بص الناحية دي. ونفسك غم عليك كده يلا حتة وكده؟ بس يلا يا رمزي، عيب يلا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر، يلا مالك بجد يا حته. هو مش عارف يا باشا، الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل. المهم امي يا باشا تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله ما تدي له خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما تموت. لا يلا قبل ما ابوه يموت يعني، احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه. بس ولا يهمك يا حته، يعني انا هخدمك خدمه جامده جدا. ايوه هو ده. بص يا معلم، الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدا، وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا، وبعدين تشرب منها انت وامك وتعيد يا معلم. ربنا يخليك لنا يا استاذ عادل. والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يكرمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا الواحد لازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا يا دولة. طب ما تعمل لي انا بقى حاجة يا دولة كده، مفيش حاجة كده هون ليا. ايه حاجة ليك ايه؟ انت عندك صداع؟ لا. عندك مغص ولا حاجة؟ لا. خلاص خد دي. ايه ده يا دولة؟ ده سبيداك. طب واخده ازاي ده دول؟ ده بقى بالسكينه كده اهو، بس تلقط لسانك الاول وبعدين بالسكينه وتقوم ايه داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليا دول يا رب. ده هيجيب لك كل الامراض، بعد كده بديك بقى من الانواع التانية اعالج لك بيها الامراض.
يا ماما عاملة ايه يا ماما يا ست الحبايب يا حبيبة عاملة ايه النهاردة؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الأخيرة؟ لا ألف سلامة ليك يا ماما، إن شاء الله تقومي بالسلامة بإذن الله وتنوري البيت وتزقططي وتهيصي. خدي يا سناء خدي ده بسرعة، روحي اعمله لنا في شوية مية وقلبيه وهاتيه بسرعة. ايه ده؟ ايه ده يا عادل ده؟ دي وصفة مهمة جدا، دي اللي هتخفف ماما وتخفف حماتي بإذن الله. هاتي لنا كوبايتين بس بسرعة. يلا يلا يلا. لا لا جامي يا عادل، أنا مش هقدر آخد الحاجات المواصفات بتاعتك دي، أنا فيا اللي مكففينيني خالص، من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد، عادل مش هيعمل حاجة تخلينا نبقى وحشين، مش كده يا عادل؟ طبعا يا ماما، أنا لو ما كنتش واثق 100% من الخلطة اللي جايبها لكم دي ما كنتش اديتها لكم يعني. أيوة يا أبي، بس حتى الأعشاب لازم تتاخد تحت إشراف دكتور. دكتور؟ هما الدكاترة يحطوا مناخيرهم في كل حاجة كده يا ماما؟ دي عايزة مفهومية وعايزة عقل، والمفهومية والعقل عارفين فين طبعا يعني. أنا مش عارفة ليه أنا مش مطمنة لك خالص يا عادل. ولا أنا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطه بتاعتي دي وتخف وتقوم تزقطك كده، ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطه. اتفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحبايب. هاتي حبيبي بالهنا والشفا. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده حلو قوي، ده احلى من الكوكتيل. شفت بقى يا ماما، يعني انا هديكي حاجه وحشه؟ الف سلامه ليكي وان شاء الله بالشفا يا ماما. طب انا بقى عايزه الكوبايه بتاعتي. لا مش هديك الكوبايه، مش انت قلت مش عايزه؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه الكوبايه بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوبايه، خليها تطفحها، مش هنخلص من زنها. خدي خدي. عموما هتعرفي قيمه الكوبايه دي لما تخفي وتقومي تزقططي وتتنططي وتقولي الكلام الغريب اللي بتقوليه. زيحي يا مجيده العيا مر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالدكتور بتاعنا. ها اخبارك يا حته؟ ازيك يا وزي امك؟ الحمد لله يا باشا، صحتها بقت زي الفل والله يا استاذ عادل، وليل ونهار عماله تدعي لك. ياه معقوله بالسرعه دي؟ يا دوله يا كبير يا كبير. يا جماعه يعني مش عايزكم تحرجوني، يعني ده كل ده بفضل ربنا، احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجه يعني. الحمد لله. وبعدين يعني باذن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعيه اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد، يعني ولا بقى مستشفيات ولا ادويه ولا كلام فارغ من ده معلم. الله عليك يا دوله. ايدك ابوسها يا استاذ عادل. لا 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 استغفر الله العظيم، دي الشمال، خد دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقول لك يعني. اسباب ايه يا باشا؟ ده الحمد لله انا امي كنت خلاص فقدت الامل انها راحه ومش راجعه تاني. يا جماعه الحاضر يعني للغايب، الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على ايدي انا وامي، وكلنا في ايديك يا استاذ عادل. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ يا جماعه يا جماعه انا ما بحبش الهتاف، دعوني اعمل في صمت يعني، مش عايز هتاف خالص. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ بيبي انت عبقري عبقري جينيس، طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب، لو طافت فوق السطح هتسوي الهوايل. طافت ايه بس يا رانيا؟ ايه المواهب دي يعني؟ طيارة. ربنا يخليك لي يا حبيبي، عارف العيا ده كان غم ونزاح والحمد لله. الحمد لله العافية يا ماما، دي حاجات بسيطة. ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي، بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليا وتشوف لي دواء للضغط. وانا كمان تشوف لي دواء للسكر. لا بقى يشوف لي دواء للعقل. ماشي 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 ماشي، اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه، واحد ضغط وواحد سكر واحد ايه الايه ده. يا جماعه يا جماعه، انتوا كان عندكم دور برد وراح لوحده، خف لوحده، يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات. يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، انا مش عارف انا يعني، بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله. ايه ده بجد يا بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعه علميه صحيه؟ طبعا، لان الموهبه اللي ربنا ادهاني الحمد لله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس، لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس. طب يا ريت يا بيت تعمل لي خلطه كده للذاكره عشان الحاجات اللي بذاكرها ما تطرش، تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب تكفي عليك الثانويه العامه. على رايي كفايه الثانويه، ده لو كل طالب في الثانويه اداني جنيه بس هبقى مليونير. خلاص هعمل دي في خطه اعمالي اللي جايه ان شاء الله. وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجه كده خلطه يعني عشان لما اجري والعب واتنطط كده ما اتعبش. ماشي اعمل لك الخلطه يا ياسمين. اعمل حاجه بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيؤات والجنان.
ده انت وصلتي خلاص، دخلت مرحلة الجمالك. لا ده مش عشاني، ده عشانك يا روح قلبي. عشان انا يا نهار اسود على حزب اعداء النجاح ده، مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه. هعمل للهلاوس والتهيوات بس على الله يجيب نتيجة معاكي. السو شو دولا تشانج يانج. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل. واحدة واحدة، ارجعوا كده هون صف كله، مش عايزين هرجالة. تعال انت يا حاج كده علشان نلحق. النبي يا ابني شوف لي حاجة للكبد احسن، تعبني قوي الكبد. تعبك قوي الكبد؟ الكبد لا، ده الطحان ده للي وازي الكبد اهو. خدها حاجة، دي خلطة مخصوص عشان الكبد، معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقة بقى. وايه يا معلم، خد دي هتاخدها 60 مرة في اليوم لمدة اسبوع، وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنة على الاقل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك. مع السلامة. ايه بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حمادة ابو قصة. ابو قصة؟ بص سيب شعرك يعبر عنك، مش محتاج تعرف نفسك، واضح القصة طبعا تحت امرك. المشكلة ان شعري ما بقاش زي الاول. اكيد طول، ما بص البني ادمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعد كده. انت بتتكلم ليه؟ مش انا متفق معاك مفيش كلام خالص. اسف. مشكلتي يا بص ان شعري بقى مليان قشر، والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شعري بقوم بيجروا مني وبرضو علشان شعري. ايه 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 ها 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 ايه ايه. اسف. اكيد بقى المشكله يا معلم في الشعر. ولا 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 انت بتتكلم، انت هتعمل لي فيها صيني؟ خليك في القرطاس اللي انت لابسه ده، مش عايز كلام خالص. اسف. اتفضل يا سيدي. الشعر الشعر الشعر. انت شعرك لونه خد دي كويسه قوي عشان الشعر، اتكل على الله. استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميه مغليه جامد جدا لمده 3 ساعات، والميه مغليه وعماله بتفقفق هتاخد منها، تقعد تدعك في شعرك جامد جدا، وبعدين تقف في الشمس لمده 12 ساعه. ايوه. ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدهون، ادعك راسك جامد قوي وقف بالليل في الشمس كده عشان بتبقى الدنيا طراوة. الشمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل؟ شمس ايه اللي انت اي كلام جاي فيه وخلاص؟ انا مش قلتلك خليك في حالك. اسف. مش يا رب البطاريه تفضى ونخلص منك، مش عايز ولا كلمه. تفتكر يا بوك الخلطه دي هتجيب نتيجه مع القشره؟ نتيجه ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشره مشيت ومفيش اي قشره. لعلمك الخلطه دي مصنوعه من ايه؟ من كل الحاجات اللي ليها علاقه بالقشر، يعني دي مثلا معموله من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيخ. شكرا. العب. ولا 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 ما تبوظليش المشروع. اسف. في احد؟ الناس بتسال عليك من الصبح وناويين على الشر. ناس مين دول؟ الناس اللي انت اديتهم الخلطات. الناس اللي اديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني، اكيد حد وشى بيا مثلا، لعب في دماغهم. دي اكيد وشايه يا معلم. دول يعني ايه وشايه دي يا دول؟ وشايه يالا يعني وش. وش ايه بقى وشايه ايه؟ صدقني الناس متبهدله، وفي 3 منهم في حاله خطره، وربنا يستر عليهم. اسمع كلام حته، اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتتقلب دندره. دندره مين يا عم حته؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم. ده دولا ابو الطب، يعني لسه مجبس رجل نفرتيتي قبل ما يجي. ده انا لسه بقى في ربع شهرته. عايز تبقى في ربع شهرتي؟ قوي قوي كبريت وولع كده اهو من هنا بقى معلم في ده كله. ليه دولا؟ عشان تبقى نار على العالم. يالا الجدع النصابه يا جماعه، يلا بينا ناخد حقنا منه. بتتكلم على مين؟ في ايه؟ في ايه؟ في رجاله؟ ايه ده؟ انا تعمل فيها كده؟ انت مين حضرتك؟ انا حماده قصه.
حماده قصه، وفين القصه حضرتك يعني؟ بقيت حماده قرعه. اكيد حضرتك استعملت الخلطه غلط. خلطه ايه بقى؟ انا شعري يقع الخلطه خلطتي اللي سمعت كلامك بالاول. الخلطه خلطتها. اسف. ايه بس اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني، بدل الهجوم اللي انتوا عاملينه ده. ايه اللي حصل؟ حصلش حاجه، انا خدت الخلطه منك وروحت البيت عملت زي ما قلت لي، وحطيت الخلطه هنا. يا دوب لسه بعمل كده بشعري كده، لقيت شعري كله طلع في ايدي كده. طيب ما يبقى انت اللي وقعت شعرك، يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دولا انت مش غلطان، هو اللي غلطان. لا انتوا هتستحملوا ولا ايه؟ الخلطه بتاعتك مضروبه. ايوه يا دولا مضروبه، وانا اللي ضاربها في الخلاط يا دولا. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ني ني ني. وانا تديني الدواء يخليني انام على طول، وتقول لي ايه هتعيش اكتر من 50 سنة؟ انت كنت ناوي تجمدني ولا ايه؟ يا عم اكتر من 50 سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبي على اهلي. اخرس. يلا بينا يا رجاله ناخدوا حينا منهم. يلا يا سيدي. بالراحه يا سناء بالراحه. سيبيه يا سناء ينزف، سيبيه ينزف ونخلص منه. تخلص مني بقى كده يا دولا؟ طب انا لما اموت بقى مين بقى يشيل بلاويك يا دولا؟ يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف المم لك جراحك. طب بالراحه قوي يا سناء والنبس، لا انا مش عارف الجرح ده بيوجعني قوي قوي قوي، ده انا حاسس ان اتشلفطت ومش هنفع في الجواز بعد كده. جواز ايه؟ هو انت كنت نافع قبل كده عشان تنفع بعد كده؟ طيب بالراحه يا نقنق بالراحه، كفايه الجرح اللي في قلبي. ولا ما تحترم نفسك يا لا. بتعاكس اختي وانا قاعد يهبل يهبل. ده جرح قلبك سيبه في حاله، حرام عليك ده غلبان. ولا اقول لك بالمره اخترع له حاجه هو كمان تخففه. يلا يلا. قصدك ايه يا سناء؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايظه؟ لا 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 لا، اسف جدا اسف جدا، دي غلطه بس. ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا. اخطاء؟ ده دواء السكر اللي انت كتبته لي وجبته لي علالي السكر على الاخر. ولا دواء الضغط اللي انت اديتهوني؟ يا خبر ابيض على اللي عمله في دماغي، زي ما يكون محمد عليك ليه عمال يضرب فيا. يا ربي بيبي حبيبي، وحياتك بلاش الشغلانه دي يا بيبي، اصلها خطر اموت. لا مش بلاش ولا حاجه، هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شويه غلطات، بعد كده بيتعود. يا جماعه ده عادي جدا يعني، بيحصل لاي عالم من العلماء يعني. ياسمين علي التلفزيون كده، علي التلفزيون. حاضر. اهم الانباء من اخبارنا المحليه، تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينيه الذي انتشر مؤخرا بالاسواق، وتبين ان مؤلفه يعمل حلاقا وليس معه مؤهل سوى الابتدائيه، وجدير بالذكر ان مؤلفه قد يسجن مده لا تقل عن 3 أعوام. يا بيبي شفت؟ مش انا قلت لك نهايتها وحشه خالص؟ يا جماعه هتلاقوه مش قبضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجه غلط، اكيد في خلطه مطبعيه. ولا انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بس يا دولا؟ بقى بشرب شاي يا عم، خليني بقى اخد مزاجي بقى. تاخد مزاجك من ايه؟ انا مش فاهم يعني، انت بتتعامل مع الشاي زي الري بالتنقيط على اساس انك هتزرع ولا ايه؟ يا دولا يا حبيبي، مش انت قلت لي انت ليك كوبايه شاي واحده بس طول اليوم يا دولا؟ انا بقى يا عم اكتشفت ان الطريقه دي هي احسن طريقه في شرب الشاي يعني. يا سلام، احسن طريقه؟ ده مين اللي قال لك على الطريقه دي؟ الدكتور حته القهوجي؟ بص يا دولا انا هفهمك يا حبيبي. بص انا لما بشرب يعني بعوز اسهر بقوم شارب شاي بس بالتنقيط كده، هون 3 نقط في بقي بتلاقيني بقى ايه فريره صحيان ما بنامش خالص. يا بل 3 نقط في بقك؟ يلا لا، لو عايز تسهر حط 3 نقط في عينيك. لا يا راجل. ولو عايز بقى عينيك تفنجل قوي حطها من الفنجان على طول في عينيك، ادلق كده على طول. صح يا دولة، دي كانت تايهه عني. فين دي يا دولة؟ هي دي بس اللي تايهه عنك؟ انت كل حاجه تايهه عنك يا ابني، بس انت يا رمزي غيري خالص يعني، انت ما بتشرب شاي بتعرف تسهر طول الليل مش كده؟ وما بعرفش انام خالص. انا بقى ما بنام، ما بعرفش اشرب شاي خالص. بعد اذنك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. ممكن تجيب لي اله الحنان واليتم عند الفراعنه؟ ياه للاسف يعني التمثال ده بالذات ما بيتباعش الا مع مامته وبابا. يا سلام، الواد رمزي اتعلم مني حاجه اخيره. الو يا معلم. يا معلم انا عمري كلت عليك فلوس يا معلم، انا شيكاتي الوحيده اللي في السوق اللي ما بتتردش ابدا. ايوه طبعا، واسال كويس قوي على عادل سعيد احمد الدغري. بعد اذنك، انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري؟ ايوه يا سيدي، اسمي عادل سعيد احمد الدغري. خير يعني؟ والدك اسمه سعيد الدغري؟
امال يعني اكون اسمي عادل سعيد الدغري وابويا يبقى اسمه ابراهيم بركات؟ عادي يا دولة بتحصل. يعني عندك مثلا الاستاذه نجلاء فتحي الممثله دي ابوها ما اسموش فتحي، اسمه ايمن. يا سلام، وهي بقى اللي قالت لك على الحكايه دي؟ يا ابني دول نجوم، يا ابني عندهم اسامي شهره، يعني اسامي نجوميه. عندك مثلا لعيب الكوره اللي اسمه دروجبا، انت فاكر ان ابوه اسمه رجبة؟ امال لا، رجبة تانية خالص. ارجوك ابوس ايدك اتوسل اليك، انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري؟ والله اسمي عادل سعيد احمد الدغري. اتفضل وادي البطاقه اهي. الحمد لله الحمد لله. ايه يا كانت ضايعه منك ولا ايه؟ فكرتني. يلا يا رمز البطاقه بعد اذنك. البطاقه معلش. انا هفهمك، انا اسمي سعد سعيد الدغري. ايوه ماشي، انا مالي؟ مالك ازاي؟ احنا اسمنا زي بعض، يعني ممكن نكون اخوات. يا سلام، وكسبتني بقى في من سيربح مليون ولا ايه؟ ايه الاخوات اللي بيلاقوا بعض في الشوارع دول؟ والدتي الله يرحمها بلغتني قبل ما تموت وانا عندي 3 شهور ان ليا اخ من والدي اللي معرفوش. يا سلام. بص، وانت عندك 3 شهور بلغتك ان عندك اخ؟ طب وايه بلغتك امتى بقى وهي بترضعك؟ ايه بس يعني معقوله؟ يعني كلام مهم زي ده يتقال ساعه اكل؟ انت اللي همك موضوع الاكل، مش همك انه عنده 3 شهور هيفهم ازاي؟ يا غبي يا غبي. وسابت لي الجواب ده، وادي بطاقته اهي. اتفضل. ايه ده غريبه؟ ايه غريبة جدا. ايه ده؟ خط والدتك؟ ده وحش قوي. ماما، هو انا يا ماما ليه ما عنديش عمام وولاد عم وبنات عم يلعبوا معايا ويصيفوا معايا؟ معلش يا حبيبتي، اصل جدك سعيد بعد ما جوز تتك انعام بكام سنه كده طهق وما قدرش يكمل، يا دوبك زقط عادل وبعديه سناء وبعدين راح مفوت. ايه وراح مفوت ده؟ لعلمك، لعلمك الخاص، ماما هي اللي عرفت بابا في عيشته لغايه ما خلته يخرج برا البيت، وهي اللي طالبه الطلاق يا حبيبتي، مش بابا اللي طنش ده. لغايه دلوقتي يا حبيبتي بيبعت لي جوابات ومراسيل عشان ارجع له، وانا اللي مش راضيه. دي بقى نكته بقى بتاعت اخر السنه. لا يا حبيبتي، بقى مرت ايه؟ بقى مرت العشر اتجوزهم من بعد، بكل واحده اجن من الثانيه واحش من الثانيه، اخرهم منعطف دي. ام عاطف، على العموم انا جبت له الولد والبنت، الدور والباقي عليك انت اللي خلفتك كلها بنات. اسكتي يا ماما، احمدي ربنا ان خلفتها بنات. يا حستي يا حستي لو خلفتها رجاله. كانت جت وقعدت معانا هنا برجالتها، نعمل ايه بقى يا ماما؟ كنا نقعد معاهم في البيت ازاي؟ ده كنا هيقعدوا على قلبنا يقرفونا. بقى حرام عليكي، عاوزه اتفرج على الفيلم. عارفه يا رانيا ده فيلم يجنن، اسمه من اجل ابنائي. اتفرجت اتفرجت. مش ده الفيلم اللي احداثه بتدور حول الاطفال اليتامى وتعدد الزوجات، حيث ان البطل بيسافر لكل مدينه ويتجوز ست ويخلف 15 ولد وبنت؟ لا 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 لا، الفيلم اللي انت تقصديه ده اسمه اولاد في الشوارع. عارفاه ده، بطوله حماكي يا حبيبتي، اللي هو بيجيب العيال ويخليهم يمشوا في الشوارع عند التاكسيات يشحتوا. بس يا حبيبتي كان راجل وجاب الواد وجاب البنت، مش خلفته بنات. على العموم انا هقول لعادل على اللي انتوا بتقولوا على ابوه. ده ابو ابني وبنتي. ايوه جه رؤس على شيشه نظيفه بقى طيفه. مش فاكر يا ابني، اصل انا لفيت كتير، رحت بلاد ونجوع ومحافظات وركبت بحار ومناطيد. مناطيد؟ انت ليه محسسني يعني يا بابا انك انت السندباد الدغري؟ يا ابني انا اسكندريه اتجوزت، بنها اتجوزت، طنطا اتجوزت، اسيوط اتضربت، قصدي اتجوزت، انما الفيوم دي مش فاكر. لا يا بابا، ما انت لازم تفتكر يا بابا. اسمع، انا كنت اعرف واحده في الفيوم، صح، بس ده زمان، انما اتجوزتها ولا ما اتجوزتهاش انا مش فاكر. طيب بلاش دي، فاكر اسمها؟ اسمها لا مش فاكر. بلاش اسمها. طب بص كده يا بابا، الجواب ده ركز معايا، الخط ده خطها؟ خط ايه يا ابني؟ انا مش فاكر والله ما فاكر. اما اصل يا بابا ده خط ما يتنسيش، ده تقريبا كاتبه روسي ولا ايه؟ اسمع يا ابني، انا اطلعني من الموضوع ده خالص، مش عايز منطقه تاخد خبر، ده لو خدت خبر هتبهدلني. طب يا بابا بلاش كل الامارات دي، ايه رايك تشوف الواد اللي اسمه سعد ده، ممكن تحس ناحيته باحساس الابوه مثلا؟ احساس ايه؟ الابوه. كنت حسيته على الاقل ناحيتك يا ابني. على رايك يا بابا، ده انت ربع ساعه قاعد هنا في القهوه بتدور عليا. بابا زي ما قلت لك يا ماما، مش عايز اي حد في البيت هنا يعرف لغايه ما اتاكد بنفسي.
معقولة؟ معقولة بابا يعمل كده؟ أبوك دون ويطلع منه كل العبر، يعني تتوقع منه أي حاجة. ما قلتيش جديد يا ماما. طب المهم يعني أنت ما كنتيش بتلاحظي بس أنه هو ليه علاقة بحد في الفيوم؟ ما قالكيش أنه هو اتجوز من الفيوم؟ بصراحة هو كان بيسافر الفيوم كتير. حلو قوي. كان بيسافر بقى الفيوم يعمل إيه؟ بيجيب لي فراخ. طيب ما فقستهوش في حاجة؟ لا فقسته، هو أنا عبيطة؟ حلو، فقستيه في إيه بقى يا ماما؟ رحت الفيوم وسألت واتقصت. حلو، عرفت إيه؟ عرفت إنه كان بيجيب لي الفرخة باتنين جنيه وكان بيحسبني على 3 جنيه. معقولة يا ماما؟ إيه؟ في إيه يعني؟ الفراخ غليت قوي كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دولة، إيه اللي معاه الواد ده هنا؟ أخوك بقى دولة بقى يورث فيك يعني. يورث فيك؟ خلاص موتني بالحي يا حيوان. وانت بتعمل ايه؟ بتصور ولا ايه؟ بصورك يا اخويا يا حبيبي. يلا. طب مش تقول لي يعني عشان ابتسم اسرح شعري اي حاجه؟ خد يا رمزي صورنا. حاضر، امسك يا دول. هيصورنا مع بعض؟ اه يلا. طيب ما انت كده خنقني. ثانيه واحده بس، انت كده خنقني. عناق الاشقاء. يلا يا رمزي صورنا. يا عم كده هو تخنقني؟ دي اسعد لحظه في حياتي، انا كنت مستني اللحظه دي من زمان. انا دي اسوأ لحظه في حياتي. ما توعى يا عم، خلص يا رمزي. انا زرار. طيب اللي على اليمين، اللي على اليمين. ماشي اهو. اضحك، الصوره تطلع كويسه. اخلص يا عم. هتبقى الفيلم ده يا رمزي ها، وتروح تحمضوا عشان انا عايز اكبر الصور دي وبروزها. ماشي. حاضر حاضر فريره. خد 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 تعالى. انت فاهم يعني ايه تحمضوا؟ اه طبعا يا دول، انا هديها للراجل، هو هيبيته بقى بره الثلاجه يوم كده ولا يومين، واروح بقى اخدها منه واجي على طول. طب وانت بعقلك يعني النور طبعا يا رمزي، تفتكر حد ممكن ياخد صوره حمضه؟ اخوك بقى دول بقى، يعني انا اعمل ايه بقى؟ ما تقولش اخويا. ما يقولش اخوك ليه ها؟ روح انت يا رمزي. حاضر. ما يقولش اخويا لسبب بسيط جدا، ان انا لغايه دلوقتي لسه ما اتاكدتش يعني. بس انا متاكد، ده احنا حتى لابسين بنطلونات زي بعض. ده تشابه ماركات، مش معنى كده ان احنا اخوات يعني. انت ليه مش موافق اننا نبقى اخوات؟ انا يا سيدي موافق وكل حاجه، بس يعني اديني فرصه افكر بس. انا بفكر اننا نعلن خبر اخويتنا ده في الجرايد. نعلن خبر اخويتنا؟ هنكتب ايه بقى في الجرايد؟ نكتب: تم بحمد الله في احد الفنادق الكبرى اعلان اخويه عادل سعيد وسعد سعيد. والله فكره حلوه. حلوه ايه؟ يلا انت بتستهبل بس بقى، سيبنا اشتغل. انا قضيت سنين اليتم والضياع والوحده بدون اسره بدون امل، ولما لقيتك حسيت اني وصلت بر الامان. الحمد لله على السلامه يا سيدي. انا مش ممكن اسيبك. انا بقى اسيبك عشان اتكل على الله واروح لاهلي بقى، لسبب بسيط جدا، ان انا عايز اروح اتغدى معاهم، مع بنتي، مع مراتي، مع امي، مع اختي. معقول ربنا يديني كل ده مره واحده؟ عندك بنت؟ يعني انا عمها. بقول لك ايه، مالكش دعوه بياسمين. واختك يعني اختي؟ دي مش اشكال. خد ارجوك خدني معاك اشوف اسرتي. لا اخدك معايا ايه؟ الحكايه برضو محتاجه لتمهيد يعني. ابوس ايدك، ما تحرمنيش من اهلي. اهلك ايه وزمالك ايه يا ابني؟ حرام عليك يا مفتري، حد يعمل كده في اخوه؟ انا مش ممكن اسمح لك انك تحرمني من الحب والحنان تاني. ابوس ايدك، ابوس ايدك. انت من ساعه ما شفتني وعمال بتقول لي ابوس ايدك ابوس ايدك وعمرك ما بوست. خد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقدم لكم سعد. تيتا، مش ده اخو بابا اللي انت قلتلي عنه؟ يا سلام، خزينة اسرار فعلا يا ماما، بس واضح ان الرقم السر بتاعك ضاع. الله، كونجراتيليشنز يا عادل، طلعلك اخ. ايه طلع لاخ دي؟ وايه كونجراتيليشن دي؟ وانا ناقص ناقص يعني كده يا عادل؟ لما نبصله بالفرق اللي على الجنب والقميص اللي مقفول ده موديل السبعينات، يعدي مش بطال. مش بطال ايه؟ هو متقدم لك. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. الحقيقه يا جماعه، انا في خضم سعادتي وسعيد باسرتي الجديده، وعايز اقول لكم اني عشت واعاني من سنين الضياع والوحده. بقول لك ايه، بقول لك يا اخ سعد، الناس دول مش ناقصين نكد كفايه اللي هم فيه. يا حرام سمال عليك يا بطه يا قط الحرام يا عادل، ده شكله يا بيبي احساسه مرهف كده وحساس كده وحواجبينه وعماله تلعب. بيبي ده شكله اكيد عانى من طفوله متكبسه. متكبسه متعلبه؟ احنا فينا اللي مكفينا، احنا مش ناقصين حد يعني. بس على فكره يا بابا، انت احلى من اخوك بكتير. يعني مش بكتير قوي يعني، هو برضو حلو يعني ما شاء الله يعني، ربنا خليه يعني. حلو ده ايه؟ انت اللي احلى طالع لامك، لكن هو طالع لامه وهناك فرق.
بلا وكسة من تنتون لتنتن يا قلبي لا تحزن. بغض النظر عن الآراء الفردية والمقارنات، أنا سعيد بأسرتي الجديدة. رانيا، طب خلنا ايه النهارده؟ مش عايزه اقول لك يا دودو، انا ابدعت النهارده. انا النهارده عامله لك اسكالوب بالمشروم باللانجوش، وعامله لك الحلوه بقى رز بلبن بجوز الهند بالاو. اهم ايه ده، انا اتربيت عليه في الفيوم. انت اشري لنفسك بس يا ماما. بس عيب عيب عيب، ما ينفعش الحاجات دي ليا انا بس. يمكن لو سمحت انا عايزه الكرتون. كرتون ايه ده يا بنت؟ الكرتون ده تافه وبيخلي الاطفال تفهيم. قال توم وجيري قال في فار بيجري ورا قطه، عشنا وشفنا. طب انا بقى لما يجي بابا هقول له. هتقولي لبابا، هتقولي لماما، انا ما بخافش. يلا قومي ذاكري. اذاكر ايه اصلا وانا اصلا خلصت امتحاناتي واخده الاجازه من زمان. ذاكي دروس السنه اللي جايه يا شاطره. يلا. شاطره مين انت يا ابني؟ انت اصلا يا منتخ، انت هنقلبص عمال تحس بالزعق في بنتي ليه بالاسلوب الغوغائي ده اصلا؟ بنت اخويا وشوكه في ظهري لحد ما اجوزها. ايه تجوز مين وتطلع مين؟ يخرب بيتك، انت مين اصلا؟ انت اصلا حيلا اخو جوزي واساسا شاكين في نسبك وعروقك الانتمائيه يا منتخ. انا عايز اقول لك احترمي نفسك. احترم نفسي؟ احترم نفسك؟ انت بتضربني بالموزة؟ ايوه احترمي نفسك، انا راجل البيت. انت اصلا ايه الدوشة دي؟ صوتكم وصل للجيران. انا اللي بزعق. ما انا شايفة انك بتزعق، عارفة انك بتزعق. السؤال يا استاذ، بتزعق ليه؟ انا راجل البيت وزعق زي ما انا عايز، ولازم اشكو من الحريم اللي في البيت دي واحدة واحدة. اخويا عادل كان تعبان معاكم انتوا الستة. ايه ده، واحد على ستة ليه؟ ماتش اهلي وزمالك. بقول لك ايه يا ابن الناس، البيت ده كله كوم، وكل الستات اللي فيه كوم، وانا كوم تاني. اشلفطك يا واد، امرمطك، انيمك على صفيحه زباله متنيه. بقول لك ايه، انا مش عادل. وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ لابسه لي كات. اتكت انت وتنير اتلم في ليلتك السودا دي. بقول لك ايه، اخر مره بقول لك انا مش زي عادل. يا سلام، وانت الطول تبقى عادل؟ انت يا اللي بلا اب ولا ام ولا هويه. احترمي نفسك يا وليه، ولا عشان بابا كان بيحب ماما اكتر منك تقومي تنفسني عليا؟ نفسنوا عليك من بدري يا بعيد. طب والله العظيم لا اقول لعادل اول ما يرجع. ها عادل، ايه ده اللي بتخوفوني بيه؟ عادل ده ولا حاجه. انا هنا الامر الناهي. ايه يا جماعه، في ايه؟ سكو جايب لاخر الشارع، في ايه يا اخوانا؟ عادل اخويا حبيبي، عنك يا اخويا اكيد تعبان من الشغل. يا سلام، فعلا الاخوات بينفعوا. عادل عادل عادل، لازم تشوف لك حل مع الانتوك ده. عادل لازم تشوف لك حل مع الواد ده. عادل انا عايزك في اجتماع مغلق. عادل انا عايزك في كلمه جوه على انفراد. طيب حاضر حاضر، هشوفه الاول بعدين ابقى اجي اشوفكم. اتفضل يا سيدي. كلمه ايه اللي انت هتقولها له جوه دي؟ سر ايه اللي بينكم؟ انت حيالله ضيف. يا اهلي يا عزوتي يا كل الناس. انت يا ابني هتغني عليا، قول عايز ايه. خلص بصراحه، انا عايزك في موضوع مهم. يا عم اتفضل يا عم، قول يا عم. البيت مش عاجبني. حلو قوي، تكره الله امشي. بموت بحب هزارك والله، دمك خفيف والله. ياسمين بنتك محتاجه اعاده تربيه، البنت بتعاملني كاني مش عمها، لازم تحترمني شويه ما تهزقنيش. ايه عملت لك ايه؟ ضربتك على قفاك وانت قاعد؟ ثانيا، سناء بتلبس ملابس منفتحه قوي، وانا ما ارضاش كده على اختي. بص يا سعد، احنا لغايه دلوقتي مش متاكدين يا ابني انت اخونا ولا مش اخونا، وبعدين ما ينفعش تيجي تغير نظام البيت في ليله واحده يعني. وامك بتعاملني معامله مرات اب رسمي. هي مبدئيا ما تعتبرش مرات ابوك، هي تعتبر مطلقه ابوك لو ده كان ابوك اصلا. ورانيا مراتك مالها؟ لازم تطلقها. يا جماعة، احنا عندنا النهاردة عضو جديد في البيت، ولازم ناخد فترة على ما نتواءم معاه. احنا عملنا اجتماع وعقدنا مجلس رجالة واتفقنا. انت تخرس خالص. عادي انت مش عارف يا عادي بيقول عليك ايه من وراك. بيقول عليا ايه؟ لا يا بيبي، كلها حاجات بسيطة. بيقول ان انت ملكش لازمة، وان هو ارجل منك، وان هو الحاكم الامر الناهي وراجل البيت.
انت قلت كده؟ ها؟ لا ما قلتش، ما حصلش. يعني عادل هو راجل البيت، هو الامر الناهي، مش كده؟ لا مش عارف، مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ وضعي طبيعي طبعا، دي امي ودي مراتي ودي بنتي ودي اختي، فبالتالي انا الامر الناهي هنا في البيت. اشمعنى انت؟ ليه مش انا؟ مش انا ليه حق في الاسره دي زي مالك بالظبط؟ اهدى يا سعد اهدى. مش ههدى، انتوا كلكم بتعاملوني وحش، انا هوريك عادل. يا سعد عيب يا سعد، اهدى يا ابني اهدى. مش ههدى، انا بكرهك. تكرهني ولا اتلم يالا بدل ما تديك بالجزمه؟ مش راضي تقلعني. اديني بالجزمه. طيب انا سايب لك البيت وماشي. ماشي ومستنيك في البازار. ادي النيل، انا ما صدقت خلصت منه، قال لك هيستناني في البازار. عادل الواد ده ما ينفعش يقعد معانا ابدا. انا عارف يا ماما، بس هعمل له ايه يعني؟ منك لله يا بابا، منك لله. لا لا لو حد يفتح لحسن يكون رجع تاني. بالعكس يا ريت يكون رجع تاني عشان يبقى جيل قدره بقى. دولا حبيبي. ايه هو انت النقنق حبيبي؟ ضرب السرير زي اكل الحبيب يا نقنق. بقولك ايه، عايز ايه يا زفت انت كمان؟ سعد اخوك يا عم. ماله سعد التخين عمل ايه؟ نسي يا دولا البتاع اللي بيسافر بيه دون في البازار. الباسبور بتاعه نسيه؟ ايه ده؟ في ايه عادل؟ اسمه سعد سعيد الدغري عويس، واحنا اسم عيلتنا الدغري ابراهيم. الله، يعني ما طلعش اخوك ولا حاجه؟ يخرب عقله، يعني كل الفتره دي بينصب علينا؟ بينصب علينا طبعا، مش اخويا يا سيدي ولا حاجه. ماشي انا هفرجه. رايح على فين؟ على البازار. ماشي يلا بينا على البازار. دول كنت بقول لك يعني على حاجه كده، هو الفيلم يا عم انا بيته بره التلاجة ولسه ما حمدش ريحته وما طلعتش. يبقى احطه في الفريزر عشان يطلع صور متجمده. يلا عادل. ها ارجع لي بيه حي مش ميت يا عادل، هاتهولي. يعني انت كنت عارف كويس قوي ان انت مش اخويا؟ بصراحه يعني ايوه. بصراحه ايوه ايوه، وانا اللي خلاص كنت بدات فعلا احس انك ابن خالتي زي دول ابن عمي كده بالظبط. ما خلصتش كل حاجه، روح اتكل على الله شوف